وانتصف الشهر. إن كنا قد فرطنا وما منا من أحد إلا وقد فرط، نشمر للاستعداد لتلك العشر بالتوبة والاستغفار، لنزدد في تلك الليالي والأيام من القيام والصيام وتلاوة القرآن وذكر الله جل وعلا وغير ذلك من الطاعات والعبادات، فإن هذا موسم الربح والتجارة الرابحة مع الله جل وعلا. تعرفون أن شهر رمضان موسم لكثير من الناس. خطبة للشيخ حسين بن علي الشراعي حفظه الله كانت بتاريخ 16 من شهر رمضان لعام 44 و400 ألف الهجرة، ألقيت في مسجد الروضة في مفرق حبيش اليمن، وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قبل أيام ونحن نستقبل هذا الشهر المبارك شهر رمضان بلهفة وفرحة وسرور وسعادة، والمؤمن يشتاق إلى مواسم الخيرات وأزمان الطاعات ليتقرب فيها إلى رب الأرض والسماوات بما يستطيع من فعل الخيرات وترك المنكرات. وما هي إلا أيام قلائل، والزمان يجري وتتقلب الليالي والأيام سراعا، وها نحن ودعنا نصف هذا الشهر وشرعنا في يومنا هذا في النصف الثاني من هذا الشهر، هذا أول يوم من أيام النصف الثاني من هذا الشهر، ولا شك أنه سيمضي كما مضى نصفه الأول، ولا شك أنه سيخرج علينا كما خرج علينا نصفه الأول. ولكن عباد الله، انتصف الشهر، فما هو حالنا مع ما مضى، وما هي نياتنا فيما بقي من هذا الشهر؟ إن الواحد منا لا بد أن يحاسب نفسه وأن يقف معها وقفة صادقة، لينظر فيما قدم من خير وفيما أخر. فإن كان قد قدم صالحا وعمر أوقاته بما يرضي ربه جل وعلا فهنيئا له، وليستمر على هذا الخير وليضاعف جهوده فيما بقي من أيام وليالي هذا الشهر. وإن كان قد فرط، وما منا من أحد إلا وقد فرط، لكننا ما بين مستقل ومستكثر في هذا التفريق. إن كنا قد فرطنا فيما مضى فلنستدرك ما بقي من أيام وليالي هذا الشهر بعمارتها بطاعة الله والتقرب فيه بما نقدر عليه من أفعال الخير، لعل الله عز وجل أن يجبر نقص ما سبق بالاجتهاد فيما بقي من أيام وليالي هذا الشهر.
إن لنا في مضي هذه الليالي والأيام لعبرة، فها هو نصف الشهر مضى وكأنه لمح البصر، مضى سريعاً لا ندري كيف ذهبت أيامه ولياليه، وأعمارنا حالها هكذا، يمضي نصف شهر وشهر وعام وأعوام، وتنقضي أعمارنا ونودع هذه الحياة كما ودعها من قبلنا، وكما يودعها الناس في كل يوم، ونحن نشيع أمواتا في كل يوم، ونحن نودع أناساً من أقارب أو أحباب وأصحاب أو جيران وخلان، ما من يوم يمر إلا ويموت فيه من يموت، والدور لا شك آت على الجميع، فلنستعد لذلك اليوم، وليكن لنا في مضي هذه الليالي والأيام عظة وعبرة، فإن الأيام لا تقف لأحد، بل تمر على الجميع ويودعها جميع الناس، وما مضى فإنه لا يعود، وما بقي مع الإنسان إلا ما كتب الله له من بقية عمره، أما ما مضى فقد طويت صحائفه بما فيه من خير وشر. عباد الله، ها هو الشهر قد انتصف، فمن منا حاسب نفسه وقام لله بحقه واعترف؟ من منا حرص على أن يبني له قبل مضي هذه الشهر غرفاً في الجنة من فوقها غرف؟ من منا استدرك ما مضى من التفريط قبل رمضان فاستدركه في أيام رمضان وعلم أن رمضان ليس له عوض ولا خلف؟ تنصف الشهر وألهفاه وانهدم، واختص بالفوز بالجنات من خدم، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي فيا ويحه يا عرم ما حرم. من فاته الزرع في وقت البدار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في دهره وبحبل الله معتصما. إي والله، طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في دهره وبحبل الله معتصما. فنعمة البضاعة تقوى الله جل وعلا ولزوم الجماعة، نعمة الزاد إلى خير المعاد، وهي الهدف الأسمى من هذه العبادة الجليلة، عبادة الصيام الهدف الأسمى منها تحقيق تقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وها نحن قد انتصف شهرنا ومرت علينا تلك الليالي والأيام، وكل واحد منا يعرف نفسه، هل تحقق فيه تقوى لله جل وعلا؟ هل آت الصيام ثماره فيجد الإنسان نفسه سباقا إلى الخير وإلى الطاعة، مسارعا إليها أكثر من ذي قبل، ويجد نفسه نادما على ما حصل منه من ذنوب ومعاص قبل ذلك؟ فها هو قد تاب إلى الله عز وجل منها، وندم على ما اقترف منها، واعترف لله عز وجل بها، وبدلها بالطاعات والخيرات والحسنات. أم أن حالنا قبل رمضان هو حالنا في رمضان؟ لا يجد الإنسان من نفسه تقدماً نحو الطاعات، ولا تقهقراً نحو الذنوب والمعاصي والسيئات. إن كان الأمر كذلك فمعنى ذلك أن الصوم لم يؤت ثماره، لم يؤت ثمرته المرجوة من تحقيق تقوى الله جل وعلا لعلكم تتقون. يا عباد الله، إن الله جل وعلا جعل هذا الشهر مرتعاً خصباً للطاعات، وموسماً للازدياد من الحسنات، يسر فيه أسباب الطاعة
ويسر فيه على العبد ترك الذنوب والمعاصي بما جعله من تقييد الشياطين التي تقعد لابن آدم بأطرقه وتصده عن طاعة ربه جل وعلا. فإذا لم يقبل العبد على طاعة الله في هذا الشهر فمتى يقبل؟ وإذا لم يزدد من الحسنات في هذا الشهر فمتى يزدد؟ وإذا لم يعمل الصالحات في هذا الشهر متى يعمل؟ وإذا لم يتب من الذنوب والمعاصي والسيئات في هذا الشهر متى يتوب؟ متى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من لم يتب في شهر رمضان؟ وقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، بل جبريل قال له ذلك وقال لنبينا عليه الصلاة والسلام: قل آمين، فقال عليه الصلاة والسلام: آمين. أي رغم أنفه، أي لصق أنفه بالرغام وهو التراب، كناية عن إذلاله وتحقيره، لأنه أذل نفسه وحقرها بمعصية الله ودنسها بما يسخط الله، فاستحق أن يذل وأن يهان. ومن يهن الله فما له من مكرم، فلما أذل نفسه وحقرها استحق هذه الدعوة من نبينا صلى الله عليه وسلم، بل من أفضل الملائكة جبريل عليه السلام، وأمن عليه خير البشر بل خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. قل آمين، فقال عليه الصلاة والسلام: آمين. وإنما استحق هذه الدعوة لأن شهر رمضان خير الشهور وأفضلها عند الله، الأعمال الصالحة فيه مضاعفة، وأسباب الطاعة فيه ميسرة، وأسباب التوبة فيه مهيئة. فلما لم يكن منه إقبال على ذلك في هذا الشهر، معنى ذلك أنه في غير الشهور أبعد وأبعد، في غيره من الشهور أبعد وأبعد، إلا أن يشاء الله. فاستحق هذه الدعوة، الدعوة عياذا بالله. والويل ثم الويل ثم الويل لمن لحقت به هذه الدعوة وأصابته عياذا بالله. رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، دعوة من خير الملائكة وتأمين من خير الرسل، فماذا تظن؟ ألا تستجاب تلك الدعوة؟ بلى، إلا أن يتدارك الله العبد بلطفه ورحمته. وانتصف رمضان عباد الله، فما علينا إلا أن نشمر عن ساعد الجد للنصف الثاني، فما بقي من أيام وليالي هذا الشهر خير مما قد مضى. فأمامنا العشر الأواخر من رمضان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد من الطاعة والعبادة. ألا فلنشمر عن ساعد الجد إن كنا قد فرطنا، وما منا من أحد إلا وقد فرط، نشمر للاستعداد لتلك العشر بالتوبة والاستغفار والازدياد من الأعمال، من الأعمال الصالحة والحسنات، لنزدد في تلك الليالي والأيام من القيام والصيام وتلاوة القرآن وذكر الله جل وعلا وغير ذلك من الطاعات والعبادات. فإن هذا موسم الربح والتجارة الرابحة مع الله جل وعلا. تعرفون أن شهر رمضان موسم لكثير من الناس يعملون فيه أو يروجون فيه لبضائعهم، فلا يخرج إلا وقد كسبوا من الأموال ما كسبوا من أمور الدنيا، ولكن المؤمن يتاجر في هذا الشهر مع ربه ويكون أحرص على هذه التجارة من أولئك التجار على تجارتهم، الذين يصبح الواحد منهم لا ينام في ليله ونهاره إلا اليسير، بل وينهك جسمه وبدنه لكي يحقق المكاسب في هذا الشهر، ويقول: هذا موسم لنا. والمؤمن يقول: هذا موسم لي أزداد فيه من الحسنات والطاعات، فيجهد نفسه ويكل بدنه ويعمر أوقاته
بما يقربه إلى الله جل وعلا من أنواع الطاعات والقربات، لا يدع لجسده شيئا من الراحة إلا وحاول استغلال ذلك الوقت وذلك الجسد فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن التجارة مع الله تجارة رابحة لا كساد فيها ولا فساد. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، لقد كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان حال عجيب، كان حاله حالًا عجيبًا في شهر رمضان في الإقبال على العبادات والاستكثار من الطاعات، لا سيما إذا دخل العشر وما بقي بيننا وبينها إلا أيام قلائل. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. كان عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر يستكثر من تلاوة القرآن في الليل والنهار. كان عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان ويدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام كانت له غزوات وجهاد لأعداء الله في هذا الشهر المبارك، فغزوتان عظيمتان فاصلتان بين الإسلام بين المسلمين والكفار كانتا في شهر رمضان، غزوة بدر الكبرى وغزوة الفتح الأعظم فتح مكة، كانتا في هذا الشهر المبارك في شهر رمضان. لا سيما غزوة بدر التي سماها الله جل وعلا بيوم الفرقان، لأن الله جل وعلا فرق فيها بين الحق والباطل، كانت في شهر رمضان، وتحديداً كانت في اليوم السابع عشر منه في يوم الجمعة، يفصل بيننا وبينها يوم واحد، فاليوم هو السادس عشر، فكانت غزوة بدر في اليوم السابع عشر، ووافق ذلك يوم جمعة. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقاء عير قريش، وكان أبو سفيان قد قدم من الشام في عير لقريش فيها طعامهم وأزوادهم وتجارتهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فندب أصحابه للخروج للقاء تلك العير وأخذها، لأن قريشا كانت آنذاك حربا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لأخذ عيرهم نكاية بهم، لأنهم حادوا الله ورسوله وآذوا الله ورسوله، فندب أصحابه، فخرج معه 300 وبضعة عشر رجلا معهم فرسان يعتقبونها و70 بعيرا. وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقاء العير، لكن أبا سفيان بلغه خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى قريش يخبرهم ويستنجدهم ويستنصرهم، فخرجوا للقاء أبي سفيان ونصرته، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أبا سفيان سلك بالعير طريقا آخر، طريق الساحل، فنجا بعيره، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج مع أصحابه فلم يروهم، لكن أبا سفيان أرسل إلى قريش يخبرهم أنه قد نجا بعيرهم وأمرهم أن يرجعوا ولم يشر عليهم بالحرب. فلما جاءهم الرسول من قبله أبوا ذلك، وقالوا قال أبو جهل قال والله لا نرجع
حتى نأتي بدرا فنشرب الخمر وتعزفنا القيان، أي المغنيات تغني لهم وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المشركين، وعند ذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم: إن الله عز وجل وعدني إحدى الطائفتين، إما العير وإما المشركين. فكل أشار بما أشار به. فقال له المقداد بن الأسود، وكان رجلا من المهاجرين، قال: يا رسول الله، امض بنا إلى ما أردت، فوالله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى: أشيروا علي أيها الناس، وهو يريد مشورة الأنصار. فقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فتكلم بكلام حسن أثلج صدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان مما قال له: كأنك يا رسول الله تعرض بنا أنا لا ننصرك إلا إذا كنت في ديارنا، وإني أقول عن الأنصار. قال: والله يا رسول الله، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو سرت بنا حتى تبلغ بنا برك الغمال لسرنا معك، فسر على بركة الله وخذ ما شئت من أموالنا ودع منها ما شئت، وما أخذت منها أحب إلينا مما تركت. فانشرح صدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك، ومضى مع أصحابه، ونزلوا في موضع في بدر، في أدنى بدر. فقال له المنذر بن الحباب رضي الله عنه: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، أهذا الموضع موضع أنزلكه الله عز وجل لا تتجاوزه، أم هي الحرب والمكيدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هي الحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، فما أرى أن يكون هذا الموضع منزلنا، ولكن أدنو إلى أدنى مياه بدر فنغوّر سائر المياه ونستقي من أدنى المياه ونشرب والمشركون لا يشربون. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم الرأي وفعلوا ذلك، وحصل بعد ذلك أن التقى الصفان وتقابل الجيشان، جيش النبي صلى الله عليه وسلم وجيش المشركين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد نصب له عريش خيمة على تل مرتفع يشرف على الحرب، والنبي عليه الصلاة والسلام يستنصر ربه ويدعوه ويقول: اللهم هذه قريش أقبلت بحدها وحديدها تحادك وتحارب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، وما زال يدعو ويرفع يديه حتى سقط الرداء من عاتقه، فأخذه أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فوالله لينجزن الله لك ما وعدك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: أبشروا، ثم يقول: هذا مصرع فلان، ويمشي في تلك الأرض ويقول: هذا مصرع فلان إن شاء الله، هذا مصرع أبي جهل إن شاء الله، هذا مصرع الوليد بن عتبة إن شاء الله، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما جاوز أحد منهم الموضع الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقامت الحرب، والتقى الفريقان وتقابل الصفان، ومنح الله عز وجل المسلمين أكتاف الكفار، فقتلوا منهم وأسروا، فقتل 70 من المشركين، وأسر 70، وأعز الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن الذي قتل في تلك المعركة صناديد الكفر ورؤساؤهم الذين كانوا شديدو الأذية
الذين كانوا شديدي الأذية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذلك سمى الله جل وعلا ذلك اليوم بيوم الفرقان، لأن الله عز وجل فرق فيه بين الحق والباطل، لم يبقى رجل من صناديد الكفر إلا قتل، إلا ما كان من بعضهم ممن تخلف، وإلا فبقيتهم قتلوا في تلك المعركة حصدهم الله، وكانت تلك المعركة عزة ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ونصرة للمسلمين. وتفاصيل المعركة مذكور في كتب السير، وإنما المقصود أن تلك المعركة كانت في مثل هذا الشهر المبارك في اليوم 17 منه، في يوم جمعة منح الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم ذلك النصر المبين، وأعز الإسلام والمسلمين، وسمعت العرب بما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو كفار قريش، فازدادت الهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، وصار بعد ذلك من كان يريد الغزو لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلة وخوف أن يصيبه ما أصاب كفار قريش، فقد كان يضرب بهم المثل في الشجاعة والعزة، فلما حصل لهم ما حصل كان ذلك هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ممن يسمع بهم من أحياء العرب. نعم عباد الله، وهكذا غزوة فتح مكة كما ذكرنا كانت في هذا الشهر، والمقصود أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان في مثل هذا الشهر يزداد من الأعمال الصالحة بحسب ما أقدره الله عز وجل عليه، لا يدع موضعا من مواضع الخير إلا وسابق إليه، ولا عملا من الأعمال الصالحة إلا ونافس فيه، حتى الجهاد في سبيل الله عز وجل. فما هو حالنا؟ ما هو شأننا مع هذا الشهر؟ ما هي أعمالنا التي قدمناها في هذا الشهر؟ كم قرأنا من القرآن؟ كم صلينا من ركعات القيام؟ كم ذكرنا الله جل وعلا؟ كم عملنا من الصالحات في هذا الشهر؟ إن الأيام تمضي وتنقضي ونحن نرجع إلى الوراء ونتأخر ونقصر في الطاعات والأعمال الصالحات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا فلنشمر عن ساعد الجد ونغتنم ما بقي من أيام وليالي هذا الشهر، لعل الله عز وجل أن يجبر ما حصل من النقص فيما مضى. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويجنبنا كل شر وضير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين من اليهود والنصارى ومن شايعهم وناصرهم يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد، واحمى أهل الشر والفساد والعناد. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم من أراد بالبلاد والعباد سوءا فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وتدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من